النهاردة مع Design to Go, a new session, a new topic, very interesting topic. مستنية أتكلم عليه من ساعة ما عرفت الـ idea because it's so relevant للي احنا فيه دلوقتي والحياة عامة. Session النهاردة مع شوشة أبوالخير, وعندنا guests كتير هيتكلموا على مواضيع كتير على الـ topic اللي هنتكلم فيه. والـ session is sponsored by Alfa Furniture. We thank them, نحب نشكرهم جدا على الـ sponsorship دي والـ support. وكل السponsors الحقيقة اللي have been supporting the Design to Go initiative من أول ما ابتدينا. وبس يعني شوشة كمان معاها case very interesting, فبس مش بس هتكلم على topic in a philosophical theoretical way, لأ كمان she will apply the theories على الcase اللي معاها في خلال السession يعني. فبليز كده أنا مش عايزة أكلم الأكثر من كده. True, very true. أنا قبل ما نطلع live يا جماعة كنت أنا أول مرة أطلع لايف, فبقى يعني لو عملت أي حاجة غلط وشلت السكرين ورجعت السكرين محدش يستغرب. قبل ما نطلع لايف كنت بقول لليلى وداليا إن هم بجد they are doing an incredible job, إن هم عرفوا يجمعوا كل الديزاينرز دي في نفس المكان وعرفوا يجمعوا كل الناس اللي عندها inquiries ومحتاجة مساعدة في بيوتهم in a very very limited and short time. أنا بالنسبة لي ده يعني أكتر يعني more of magical أكتر ما هو حاجة طبيعية بجد. يعني كلنا في أكتر وقت إحنا البرودكتيفيتي بتاعتنا يمكن قليلة, أكتر وقت الدنيا ملخبطة فيه, أكتر وقت كمية الambiguity والuncertainty بتخلي الواحد عامه مش في أحسن حالاته. أنتوا مع كل اللي بيحصل ده انتوا بقى مش في احسن حالاتكم, ده انتوا بتعملوا احسن حاجه. You're helping a lot of people وحتى احنا كمان كالكوميونتي بتاع الديزاينرز we're enjoying a lot الانيشيتيف عشان it made us feel ان احنا we can pay back, وحتى لو القصه صغيره و it's just a 30 او 1 hour live sessions, بس at least بنحس ان احنا عندنا القدرة ان احنا نساعد الناس. ف thank you so much على الافورت اللي انتوا عاملينه وكل يوم في رمضان وصايمين وبرضو you're up to it. لا بصي انا كمان معلش يعني if you're gonna thank everyone, احنا الحقيقة ان احنا برضو معانا ناس تانية يعني شغالين بشكل غير طبيعي. معانا نادية عمر ومعانا مريم ياسر, they are the engines اللي running the whole show. ويعني حقيقة انه it's a team effort, ودي احلى حاجة في الانيشيتيف انه we all came together with different backgrounds والحمد لله it's going so well عشان I think we mean well. And you're all women which is something I really appreciate. يعني انا عنصرية شوية. It helps. بالضبط. فبجد thank you, you're doing بجد an incredible job. This being said, ندخل بقى في الموضوع. احنا التوبيك بتاعنا اللي هنتكلم عليه الاول قبل الكيس بيتكلم على فكرة ان الديزاين ده مش حاجات حلوة بنشوفها وشكل وكده, ده ليه تأثير مباشر على الصحة النفسية وال يعني وراحتك في البيت. فعشان كده احنا هنتكلم على التوبيك ده النهاردة, وبعدين هناخده نطبقه على الكيس. الكيس اللي انا اخترتها it's a roof. انا لقيت كل الكيسز اللي اتعملت قبل كده indoors, واحنا لو اكتر حاجة حسيناها في الفترة دي حسينا ان احنا محتاجين اي منفذ لان احنا محبوسين في بيوتنا. فحسينا ان فكرة ان احنا نقدر نطلع كمل اوكي فكرة ان احنا نقدر نطلع لجنينة لو صغيرة, لروف, لبلكونة صغيرة قوي, الحاجات اللي احنا شوية اهملناها. يعني بقى عندنا كده يعني دايما في بيوتنا ممكن المكان اللي بنخزن فيه حاجاتنا وبنستخدمه كستورج هو البلكونة. الحتة الأوتدورز يعني عملناها معاملة مش حلوة. ف it's about time ان احنا نرجع نديها الاتنشن وتبقى دي من اكتر الحاجات اللي مهتمين بيها في بيتنا.
بالذات في بلد زي مصر، لان احنا الحمد لله عندنا مثلا 10 شهور في السنه، ده لو ما كانش 11 الجو از بيرفكت، فاحنا ممكن نقضي في الحته الاوت دورز وقت اكتر بكتير من اللي بنقضيه جوه. فالكيس اللي احنا اخترناها از روف، وصاحبه الكيس اسمها مرام، خطيره، وعملنا وي هاد كده ديسكشن، وبيزد على الديسكشن طلعنا بحاجات كتيره قوي على اساسها وي ستارتد ذا ديزاين بروسيس، او السيشن بقى اللي احنا هنبدا. فده ريجاردينج الكيس. ندخل بقى على فكرة place psychology أو science of place أو design for well-being. هي الديسيبلين ده موجود، والموجود من فترة، من الخمسينات مثلا، واللي أنشأوا ناس من مجالات مختلفة، في منهم معماريين، وفي منهم دكاترة نفسيين، وفي منهم دكاترة مخ وأعصاب، وكلهم وطبعا فنانين، يعني ناس بتنتمي اكتر لمجال الفن. والانترستنج فيه ان هو من ساعتها وهو بيتطبق وبيكبر وبيديفلوب وبيحصل عليه تطور، وفعلا بقى يعني ما ينفعش ان احنا نديزاين او نتكلم على الديزاين بروسيس من غير ما نريفير للعلم ده. الناس دي عملت ايه؟ الناس دي قررت ان او يعني توصلت ان عشان اعرف اصمم مكان كويس، انا مش المفروض اشتغل على السنس اوف سايت بس. السنس اوف سايت اللي هي اللي احنا كلنا كديزاينرز والمجتمع بتاعنا دي اكتر حاجه بنتحكم فيها، فكره اللي هتشوفيه، ودي من اهم الحاجات طبعا، بس في حاجات تانية ليها تأثير عليك نفسيا بنفس الدرجة لو ما كانش أكتر، زي بقية الحواس اللي مثلا من أولهم حاسة الشم، حاسة اللمس، في حواس كتيرة قوي احنا من الخمس حواس بتأثر تأثير دايركت على النفسية. يعني مثلا أنا دايماً طول عمري مبهورة بتجربة وول ديزني أو ديزني لاند في الديزاين. ديزني الشخص مش ديزني المكان، لما جاي يعمل ديزني لاند عمل حاجة انترستينج جداً. هو كان ساعتها كان الساينس أوف بليس لسه طالع جديد خالص، ما حدش يعرفه، بس هو كان بدأ يأميرج. فالراجل جاب 12 ديزاينر وسماهم، ما سماهمش ديزاينر، سماهم imagineers. اوكي، as in imagining، يعني ايه؟ المتخيلين ولا المتخيلون كده. وطلب منهم ان هم يستخدموا كل الحواس في ان هم يعملوا كانت ساعتها امريكا بتمر، كانت لسه مخلصة الحرب الاهلية، فطلب منهم، وكان في طبعا اتدمرت بسببها، فطلب منهم يرجعوا العصر اللي قبل كده اللي ما كانش فيه مشاكل وكان حلو وكان كويس والناس كانت مبسوطة، وده العصر اللي هو ديزني نفسه عايشه هناك كطفل يعني. فالناس دي اشتغلت على فكرة الفايف سنسز. فدايما دايما لما اي حد يروح ديزني بيبقى حس ان هو واقع تحت سحر، لان هو متأثر عليه مش بس بحاسة نظره، ده بحاسة الشم، بيشم ريحة فشار وكوتن كاندي وحاجات كلها بتفكره بالطفولته بالوقت اللي ما كانش عنده فيه مشاكل. بتسمعي أغاني البيت بتاعتها طفولية وفيها فرحة معينة. ده حستين مثلا لعب عليهم، وطبعا وحاسة أو يعني النظر بتشوفي الديزاينز اللي هي لاند ماركس وشكلها أكتر كفيري تيل مش كواقع حقيقي. فهو استخدم الساينس أوف بليس أو الفيل ده عشان يأثر على الناس. اللي احنا بنحاول نعمله إن احنا نريبليكيت نفس الموديل في بيوتنا، في الأوفيسز بتاعتنا، في الكوميرشال سبيسز. من أصغر حاجة بتستخدميها زي الألوان مثلاً،
لأكبر حاجة اللي هي مثلا ممكن تبقى معقدة شوية، فكرة الروائح المعينة اللي هتشميها، كلهم بيأثروا على النفسية. ومش بس generic way، يعني في generic way إن كلنا اللون الأصفر is alerting، بأتراكت your attention. فمثلا your logo design to go is about creativity and attracting your attention. الأصفر is a color that radiates energy and creativity. ففي حاجات generic اللي هي، وفي حاجات specific لشعوب، وفي حاجات specific لبني أدمين. يعني مثلا روسيا بعد أما طلعوا من البولشيفيك ريفولوشن بتاعتهم، الثورة الشيعية، معظم الناس هناك بكرهوا اللون الأحمر. فإف يور ديزايننج، I had a personal experience. I was designing a restaurant في مكان سياحي، التارجت ماركت بتاعه روس، والريستورنت كان تشاينيز. فطبعا يعني step one you go for red color. However, after doing the proper research, طلع الريد كولر ده is يعني أكتر لون الشعب الروسي بيكرهه بسبب الهيستوري بتاعته. طبعا لو سألت واحد روسي مش أقولك أنا بكره الأحمر عشان الثورة الشيعية، بس هو it's built in جواه، بقى بيستفزه يعني. Exactly. Unconsciously يمكن. بس البيزك ريسيرش والفاكتس دي يعني should be taken into consideration. If we talk about بقى الـ homes، أنا I decided since I'm hosting the talk on my own، I decided to invite ناس مش في design field، هم في adjacent fields. They are not يعني معظمهم أو يعني اثنين منهم مش في design field at all، باستثناء سارة أونسي. هي طبعا she's a fashion designer، بس حتى سارة is برا ال interior design field. Why did I choose them؟ أنا كنت عايزة حد يعني نقدر نقول fresh eye، جاي من adjacent field، يتكلم على specific topic زي our first guest بالضبط محمد سهمود. He is the founder بتاع a brand. هو أنشأها، it's called Scenti. البراندي is very interesting لأن هما بيصنعوا freshness أو scents. I decided أن أبدأ بيه because hello محمد. هاي دخل دلوقتي معنا. هاي سهمود ازيك؟ صح ولا غلط كده؟ هلو. ياي. الحمد لله. طيب انت كنت معنا في اللايف من اوله صح؟ لا انا لسه داخل من حوالي دي بالظبط. طيب احنا كنا بنتكلم على فكره incorporating الخمس حواس في الانتيير ديزاين، وفكره انه الموضوع مش luxury، ان انا عايزه اشم روائح حلوه عشان ابقى ايه على مبسوطه كده. لا، الموضوع يعتبر نيد اكتر ما هو يعني حاجه رفاهيه. شور. فانت احسن واحد تتكلم على تاثير حاسه الشم على البني ادمين ان جنرال، واشرح لنا بقى، قول لنا اللي انت عايزه كله. طيب مبدئيا thank you so much for giving me this chance ان احنا نعرض اللي احنا بنعمله and what value do we add. Basically, I would like to take the chance كده for less than 1 minute أتكلم على Scenti بدأت إزاي. إحنا بدأنا in 2015. It was a very challenging time للبلد. Businesses، إحنا بدأنا business model B2B. Okay. So we didn't cater to the residentials back then. كنا كله catering لل B2B. Business establishments, malls, retails. فكله في الوقت ده كان downsizing وكان في مشكلة التعويم. It was a very challenging time. اتعلمت درس مهم جدا جدا اللي انت كنت بتقوليه دلوقتي، ان فعلا فعلا regardless الناس are downsizing وفي budget concerns وكده، they do appreciate and they do understand beauty and they do understand that it's not just luxury, it's a necessity. فده ساعدنا جدا جدا and surprisingly we had
something like 90 or maybe 95% success for the accounts that we tackled back in 2015 and ongoing, alhamdulillah, alhamdulillah, we're very successful. Back to your point, yes, people do, businesses and people do understand beauty, they appreciate beauty. مستنين حد يعرض عليهم منتج أو experience to make them even dwell more in a good way in beauty. But this is where we enter, basically. المجال بتاع إن إحنا we want to عايزين نلبس الهات بتاع الكلاينت. We want to put the client in a very good mood, in a comfort zone, in a beauty zone, in a beauty atmosphere. فلقينا إن الكلاينت أو the user of Scenti, in order to be put in a beauty mode, be five moods. He either would like to be in a fresh mood, فبالتالي احنا عرضنا عليه fragrances to put in a fresh mood, certain notes and fragrances that would put him in a fresh mood, so therefore he'll be very happy and he will appreciate beauty more. Number two, a happy or a joyful mood, فعندنا fragrances برضو بتحطه في المود ده. Number three, peace and serenity. Some people would like their comfort zone and home يبقاش hip وfresh وvitality. They like peace and serenity more. So we do have fragrances to put you in this mode, to tap you from the stressful mode into a peace and serenity mode. Vitality, we do have a vitality mode with the fragrances. لو انت feeling down or feeling negative or feeling simply not in the mood, you turn on your diffuser, you set your diffuser in your house, but fragrance is layer vitality بتاعتك, and simply they tap you into this vitality mode. The fifth mood is the sensual oriental. This is the smell of luxury. انت لو عايز بيتك مرة واحدة يقلب 5-star hotel كأنك في مثلا دبي مثلا ولا 4 seasons ولا you tap into this mood basically. Some people بيحبوا الكومفورت زون بتاعهم يبقى luxury. This is their comfort zone. So they choose the fragrances بتاعتنا اللي هي sensual oriented. The sixth and the final one is the air detox. We created a special blend which we named air detox. The air detox that basically عبارة عن an equation of fragrances that gives you a blend. The blend D is considered scientifically antibacterial, antiviral by nature. التركيبة بتاعتها عبارة عن peppermint, clove. هل تنفع مع مشاكل الكورونا اللي احنا فيها دي؟ والله تمشي ممكن يعني احنا we don't need كورونا بس يعني احنا we elevate moods. We do elevate your mood. We put you in a very good mood. فباي ديفولت مود كنت عايزة أسألك عشان sure. تطلعوا بالحاجات دي did you do a research علشان تقرروا yes. لأن أنا برضو عايزة الناس on scale إن أنا واحدة في بيتي وكده ممكن ما يكونش عندي access إني أوصل لك فعايزة أبقى عندي basic understanding للحاجات اللي عندي في البيت اللي هتأثر علي اللي ممكن استخدمها فممكن أقرر إني أزرع ريحان ونعناع عشان لما الهواء يجي في الدايركشن ده أشمهم ممكن أقرر yes. إني أغلي فانيلا ستيكس علشان أدي الإحساس اللي هو الريلاكسيشن did you go through فكرة الريسيرش عشان تطلعوا ان الروايح دي بتأثر على كذا عشان تطلعوا بالفايف مودز دول yes طبعا احنا بنشتغل مع يعني اكبر فريجرنس اكبر كومبانيز behind the biggest fragrance houses in the world يعني الفريجرنس هاوسز اللي بي that create the perfumes for Tom Ford Gucci Bulgari كل الناس دول certain companies هم دول بيعملوا fragrances دول للشركات العالمية دي دول احنا بنشتغل معهم وبنشتغل مع research and development معهم طبعا في الأول وفي الآخر احنا بندي العيش لخبازه يعني I have a very good nose for things and I know what to choose بس في نفس الوقت أنا مش الخبير فإحنا بندي الإكويجن دي للخبرة بنقول لهم إحنا our target أو our goal is to create a fresh mood إيه notes فهم بيقولوا لنا backed up by science the fresh notes are مثلا let's say bergamot مثلا let's say patchouli let's say كذا and they start creating fragrances okay
after they create the fragrances, طبعا trial and error كتير جدا جدا, they come up with this equation. ردوا عليا بقى, فلازم انا اوافق او decline. فطبعا لو حاجه beneficial بس ريحتها repellent مش مقبوله قوي, فاحنا مش عايزين كده, يبقى goal not reached. فاحنا عايزين حاجه beneficial, physically beneficial, and in the same time environmentally تديلك atmosphere حلو. So you get the benefit of both. You get a very good environment. You tap into the environment or the mood that you like through the Scenti diffusers with fragrances. And in the same time, you get the physical benefit as well. وهوريكو دلوقتي Scenti diffuser, our newest baby. We just launched our residential, finally. يعني بقالنا دلوقتي, أنا عشان محسنك قوي في الحاجات دي, فبقالي تقريبا سنة ونص R&D. We came up with a beautiful, beautiful designed diffuser. Inspired by, I have to say, the brand Bang & Olufsen. It's one of my favorite brands. The brand بتاعت سماعات طبعا عالمية معروفة. We came up with this beautiful diffuser, beautiful looking diffuser, where it covers up to 200 square meters in perfect environment conditions. بصراحة it's unreal, يعني it's beautiful. Anyone can have it. Anyone must have it. كمل دلوقتي يعني regarding the topic. أفندم. Hi. انا كنت عايزه اسال سؤال بس دلوقتي احنا عايزين نتكلم على الموضوع in terms of relative, يعني ازاي هو relative للinterior design, وازاي ان احنا we can incorporate it في الكونسبت اصلا. يعني كانت شوشة عماله بتتكلم على فكره ديزني لاند, واي ثينك ديزني لاند السترينث بتاعها انه كل الحاجات coordinated من الاول مع بعض. فانتوا ككومباني انتوا تقدروا بقى يعني تشتغلوا مع الديزاينر من انهي مرحله؟ بصي, احنا we do work with a couple of designers, very well renowned designers, team in Dubai, team in Masri, and so far so good. In احنا, we added around, let's say, the كلامهم يعني at least 85% more value to what they are doing. انت لما تخش مكان, اضرب لك مثال بسيط جدا, لو دخلتي مثلا let's say retail او بيت, نبدا بمثلا retail الاول. من اكبر البراندز, I won't mention the brand name يعني, بس من أكبر براندز في مصر بيبيع furniture, who happens to be a client and we are proudly sending their stores. قبل ما يستخدم Scenti كان مبيعاته كويسة وكل حاجة والمكان كان لذيذ جدا and they were doing well. After choosing to go with Scenti and choosing a special blend that we recommended for them, their sales are much better. النتيجة إن الناس linger longer, they stay more. الفرنتشر بتاعتهم is complemented by the sense of smell. فبالتالي we complete the experience. أنا I'd like to think of Scenti, how the fragrance industry is that we complete the experience. We are the missing link. لو عندك أسفني بقطع كلامك. So apparently you agree science agrees in incorporating the scent in the simplest way of using الحاجات ال available عندك في البيت. It's really something essential. Absolutely, absolutely. It's not a luxury, as you said. It's a necessity. It should be everywhere. It will definitely add a lot of value. لو عندك مكان شكله جميل جدا جدا بس بدون ريحة حلوة, فأنت عندك less than 50% of the equation. Yes, that's you need to top it up with the cherry on top. That's for sure. Thank you so much for joining us. Thank you so much for your time. We thank you thank for you so all. Much for your time. Thank you, thank you. احنا معانا next guest لأنه احنا طبعا يعني الكلام كله very useful وكده, فبن we took some time شوية, يعني احنا كنا عاملين schedule وبتاع وعاملين منظمين, فاحنا we're running out of time شوية. معانا next guest, if you want to introduce her, Shosha. يعني سارة غنية عن التعريف. سارة أونسي is an award-winning designer, fashion designer. يعني الكولكشنز بتاعتها was launched في باريس ولندن ويعني تقريبا everywhere. What's good, يعني أو يعني what's great about Sara, إن هي I wanted to get someone who is really living with the fabric, يعني مش حد بيتعامل معاها, حد عنده
understanding on a deeper level the fabrics. ليه؟ لأن إحنا عندنا في الديزاين الفابريكس موجودة في التنجيد، موجودة في الستائر، موجودة في السجاجيد, and we need يعني إيه فابريكس. فعشان كده أنا ما لقيتش حد أحسن من سارة إن هي تيجي وتتكلم في حاجة هي عايشة معاها 24 ساعة. Not from a fashion design, بس from a fabric perspective. وده اللي هو يعني ال sense of touch. هاي سارة. هاي يا شوشة, ازيك يا روحي؟ ازيك حبيبتي؟ عاملين ايه؟ معلش انا ما كنتش سامعه في الاول, يعني I wasn't joining the audio, فدخلت من النص بس يعني فهمت عرفت دخلت انتوا بتتكلموا على ايه. ازيكم؟ الحمد لله. بصي انا انت اولا انا اكسايتد قوي على التوبيك, عشان لما انت كلمتيني وقلت لي على فكره انه احنا بنتكلم هاو تاتش influence كل حاجة ليها علاقة بالديزاين, هي دي حاجة بالنسبة لي كور شغلي, بغض النظر إن إحنا مش هنتكلم النهاردة فاشن ديزاين خالص, بس أنا عايشة في وسط الفابريكس. فأول حاجة أول decision بيجي في دماغي على فابريك هبص عليها أصلاً ولا لأ, بيبقى أول ما بلمسها, يعني ال touching of the fabric is 60 to 65% of the first impression بالنسبة لي. اولا هو بيدي, يعني انت عندك لما مش عارفه اعمل لك ابلكيشن على الهوم وير يعني, ولا عاوزاني اكلمك ان جنرال على فكره هاو تاتشنج از. لو عملتي على الهوم وير يبقى يا ريت. طب بصي بالنسبه لي اول حاجه, اول ما بتلمسي فابريك بتبتدي يجيلك كذا فايب. دي ايموشنال فايب, انه الحاجه دي انا حاسه ان هي فيمينين او ماسكولين, زي مثلا الفيلفت. انا بحس ان الفيلفت قماشه بتدي لي فايبس كده فيري فيمينين فايبس, مش ممكن ما تكونش الفايبس دي حاجه كومن, بس انت دايما بيجي لك سنس معين ناحيه فابريك كل شخص عامه. الليذر از فيري ماسكولين بالنسبه لي, انا بحس كده. وساره ذس از ا فيري نايس انسايت, معلش هقطع كلامك, ان احنا كديزاينرز لازم نخلي العميل يجت ان كونتاكت مع الفابريك, علشان 100%. الاحساس اللي ليلى هتحسه لما تلمس حاجه مش زي اللي انا هحسه. فالفابريك تشويسز ما ينفعش الديزاينر يعملها لوحده اوت اوف هيز اون نوليدج اند بيرسبشن, لازم الكلاينت يبقى داخل فيها اون ا تاتشينج بيز, مش بس انه يالاينهم ان احنا هنجيب قطيفه ولا جلد, لا هي شود بي او هي او شي شود بي ذير ان ذا بروسيس. بالظبط, لانه انا ممكن الفايبز اللي تجيلي مش هي اللي تجيلك, خدي بالك. انا ممكن ابقى حاسه ان الفيلفت از فيري كونفينينت بالنسبه لي في الجزء ده عشان مديلي الفايب اللي هتكومبلمنت الشكل ده, اون ذا اذر هاند الكلاينت مش حاسس ده اساسا, فاهمه؟ فده حاجه مهمه قوي بالنسبه لملمس الفابريك. ده جزء الايموشنال. عندك بقى في جزء بتاع التكستشر. انا مثلا كديزاينر انا اي حاجه فيها تكستشر هنبتدي بقى, يعني اي حاجه هلمسها تكستشرد همسكها وهاخدها وبعدين هشوف هعملها ايه. ممكن كلاينتس تانية تحس ان هي بتحب الحاجات الفيري لوس, لان اللوس فابريك بتدي لها فايبز ان هي مور سيمبل, ان هي مور فلوي, بتدي فايب ان هي حاجه فلوي اكتر, فهتخليها تقدر تستخدمها في حاجات اكتر مثلا. فحته التكستشر برضو ليها انفلوينس كبير قوي, فهو التكستشر اصلا مرتبط باللمس. عشان كده انا مقتنعه انه one of the main factors الصراحه, او of the main senses بالنسبه لي اكتر من الفيجن, لانه انت في حاجات ممكن تشوفيها وبعد ما تمسكيها ما تشتريهاش. يعني ممكن قماشه تعجبك قوي واول ما تلمسيها تحسي ان هي لو كواليتي. خدي بالك الكواليتي كمان بتبان قوي في التكستشر, يعني من اللمس. صح. فممكن حاجه تشوفيها بعينيكي بس وانس ان انت لمستيها بيجي لك بيرسبشن تاني خالص عليها. فذاتس واي انا دايما بعمل زي ما انت ما بتقولي, انه whenever there is a client يقولي بعتي لي صوره قماشه, بقول له لازم تمسكها مش تشوفها, انه الصوره لوحدها is not enough for you to decide is this fabric convenient for you or not. والregarding التكستشر, لو ده برضو هطبقها على لو ده هطبقها عندنا في الديزاين in general, كل الحاجات اللي هي الرف
أو يعني alerting fabrics دي بتكون energizing. الصوف الحاجات الخشنة كلها مش بس في الفابريكس, حتى في التكستشرز الحجر, الحاجات دي كلها بتبقى alerting وبتفوق, عكس السموث surfaces القطيفة السلك بالضبط, الحاجات الناعمة كلها is more towards a relaxing environment. We would advise إن نستخدمها أكتر في ال في أوض النوم where you need to relax, في ال مش مثلا في أوضة المذاكرة أو في ال desk المذاكرة, علشان ما يحصلش لخبطة في how you should feel. هو الريفلكشن ده في الهوموي على فكرة بالنسبة لي مفيد جدا, لأن أنا دايما ببص عليها فابريكس تكستشر هدوم, فاهمة؟ فذاتس جود بوينت. بس أنا كنت عايزة أقول حاجة برضو, لأن شوشا أنت في أول ريفرنس خالص لما كنت بتتكلمي على الكولرز وكده, أنت قلتي حاجة مهمة جدا, يعني إنه في دايما الناس بيبقى عندها بريفرنس, بس في ريسيرش وفي ساينس بيهايند ثينجز. فأي جس إنه دايما هو في شواذ لكل قاعدة, ولكن دايما احنا كديزاينرز المفروض ان احنا بيبقى عندنا الباز, يعني انت مثلا تقدري تقولي من الاول ده مناسب وده مش مناسب, وكلاينت يقدر ان هو يعني لو في حاجه فعلا اوف بوتينج بالنسبه له بتفصله تماما ممكن نتغاضى عنها. لكن في الحقيقه انه الحاجات دي كلها ليها علم وليها دراسات, والناس بتعمل ريسيرش على الحاجات دي, خصوصا في الببليك سبيس لما بتتكلمي مثلا على محلات ولا ريستورانات ولا حاجات كده. يعني I think إنه ده برضو is important إن إحنا نركز في الحكاية دي, إنه مش بس إنه هي لازم يبقى مع based على research كمان. Definitely. وهي ليلى it's a combination of all. يعني you can't rely بس on research وتقول إنه هو اللون ده بيحسسك كده أو الريحة دي هتحسسك كده والكلاينت مش متفاعل وبيقولك لا this is not how I feel and you disregard. وبرضو مش ما تعتمديش بس على كلاينت, فهي it's a blend of both, والبالانس of both هو اللي يطلع لك حاجة that is properly designed. صح 100%. سارة يعني I can't thank you enough for joining. Thank you يا شوشا. Thank you بجد. It's a pleasure. Nice meeting you يا ليلى. وانتي طيب جدا جدا. Thank you for joining us. Yes, سارة. Thank you حبايبي. يلا have a good night. طيب ليلى أنا I want to reflect بسرعة بسرعة يعني عشان ما نضيعش أكتر. If we're talking about senses أو يعني smelling sense, بما إن هي proven to be أكتر sense ليها memory, يعني الحاجات اللي بتشميها بتفضل في الميموري أكتر من الحاجات اللي بتشوفيها. ف we need to use الحاجات السيمبل اللي عندنا في البيت. It's not about buying a brand or buying a certain refreshener. It's about making sure smell the right thing. يعني مثلا if you have a child وعايزاه يكون مركز في مذاكرته, peppermint is proven ان هو بيalert وبخليه فايق, فممكن يبقى شوية نعناع صغيرين على المكتب بتاعه, this will do exactly the job and you will not need anything more. انت عارفه ان احنا اصلا عندنا في مصر متاح جدا ان انت تشتري اسنس كتير, يعني عارفه لما بتروحي في اي حته من حاجات السياحه دي فاكره اللي هو دايما عندهم السنس, وهم كمان حتى هناك في المحلات دي بيبقى عندهم فكره شويه وشويه ريسيرش على الانترنت, ممكن الواحد يبتدي يختار سنس ويشتريها ويحطها في الفواحات والحاجات دي. يعني I mean مش لازم يكون حاجه تكنولوجي يعني فيها ادفانس. عايز اقول لك حاجه, هي كل الروائح دي كلها حاجات طبيعية. يعني مثلاً if you want to برضو عشان أنا عارفة الناس كلها بتعاني في الهوم سكولينج دلوقتي, if you want to improve the creativity بتاعت ابنك أو بنتك, it's برضو scientifically proven أن السينامون والفانيلا بيعلوا الكريتيفيتي. فأنتي لو حلة صغيرة وغليتي فيها سينامون وفانيلا it will trigger their creativity. It's much simpler عن أي حق يعني بس it's very important. إحنا ويتند إحنا نتجاهله علشان بنحس يعني هي ناقصة كمان, أنا هشيل كمان هم الريحة اللي هيشمها, بس فعلا it is يعني
وفي حاجات تانية كتير ان you can google it, زي مثلا لو في ناس عندهم أرق ومشاكل في النوم, الجازمين بيبقى كويس قوي في to improve the sleep. taking care of what you smell في ال environment بتاعة البيت is very important. And Fayrouz, hello. Hi, روحي. إيه الأخبار؟ How are you? We're very happy to have you. I'm so happy to be here. كنت لسه بقول للناس إن إحنا كل ال guest speakers are not designers. هما ناس they are sharing either personal experience في بيتهم أو professional experience في شغلهم. فزي ما سارة كانت بتشير ال professional experience في التعامل مع ال fabrics وال rough وال ناعم and how this would affect her. أنا I invited you علشان I remember very well القصة بتاعتك بتاعت ال very personal experience اللي حصلت لك بسبب ال when you use the plants. Yes. This is I want to share this with everyone else. Okay. مبدئياً thank you for having me. This is such a cool experience. يعني what happened is أنا ماليش خالص في design. يعني one of my best friends is an interior designer. This is how يعني this is the only thing that I know about design. I moved من حوالي 3 سنين to a smaller apartment. I had just gotten a divorce, but it was a very tough time for me and my kids. But it was a smaller apartment. I was perfectly fine with it. بالعكس كنت عجباني قوي smaller because I'm thinking from a mom's point of view, the maintenance بتاعت البيت, النظافة بتاعت البيت, كل الحاجات دي هتبقى أحسن لي. But for the kids, it was a much smaller. احنا كنا عايشين في بيت 270 متر. We moved to a house that's 120 meters. فبالنسبة لهم طبعا, no, where's my playroom and so on. I wanted to add something to the house. I wanted it على طول. I wanted that instant homey feeling. عشان احنا when we moved in, we didn't get this home feeling خالص. I put in the furniture. We bought new furniture. حطيت pictures. I did everything that I'm supposed to do. بس برضو the house didn't feel like a home. I figured that it's going to take some time. فصراحة I started to Google على حاجتين. إن ازاي to make a small space seem bigger somehow. For my kids, وإزاي to turn a house into a home, إيه الحاجات the simple things that we can do that are affordable, إن أنا مش محتاجة, مش هقدر أوسع بيتي, what's in my hand, إيه الحاجة اللي ممكن أعملها. لقيت إن كل حاجة طلع لي plants, add plants. فابتديت خدت الولاد وروحنا المشتل, و I wanted it to be an experience with the kids, يعني ما كنتش عايزة أروح أجيب حاجة وأحطها. خدتهم, كل حد اختار a plant. I bought my first plant ever. كنت على طول خايفة because I know the plants that I used to own, زمان they used to die. Like I seriously used to kill all the plants that I owned. فكنت بخايف أجيب, وبعد كده لقيت لا, أنا I have to try. والبيت بتاعي الميزة اللي فيه and it's very small, بس the windows are really big, والشمس داخلة من كل حتة. But I figured that this is a good sign that I can have plants inside my home. وفعلا اشترينا the first plant to فجأة حسيت it's like كأنك بعدها حط بصة على حيطة and then you put a plant, it just gives life, it gives depth, it gives it's a life, it's a living thing with you في البيت. طبعا positive energy فظيعة, وفي نفس الوقت يعني as much as the place is really small, you can add as many plants as you want to. بتقيت بقى أجيب plants, وسمينا أول plant لينا فرحة. This is what we called it. ابتدينا نجيب more plants, ابتديت to read more about it, ابتديت بقى اجيب snake plants, هم بقى ابتدوا يجيبوا ينقوا. ابتدى البيت لدرجة ان في يوم من الايام ابني دخل البيت, هو he was having the hardest time with the home. يعني هو في يوم دخل البيت, he just threw himself on the floor, he said, mommy, this place feels like home. As in, and it's not the plants best طبعا, بس حسيت ان this had a lot to do with it. بس عادي يقولي mommy, you turned their home into a jungle وحاجات كده. بس انا خلاص بقى عندي obsession, بالذات ان انا شغلي ليه علاقه بالتصوير. فابتديت اخد بالي ان كل ما بنحط بلانتس في التصوير بتاعنا, my office turned into برضو the whole thing. خلاص بقيت خدت what I did in my home, عملته في مكتبي. اي حاجه بتصورها, لو خدتي بالك any picture any video I post, there's always a plant. I move it with me all around the house. لو في حته ما فيهاش بلانت, اللي هو يا جماعه عندكم زرع, لا طب هنجيب معانا الزرع. فبالنسبه لي it's been plants, it's like it's affordable art. انا بعشق البلانتس بالنسبة لي, and it's just affordable and it gives you life. It gave me life then.
Yani Fayrouz, thank you so much for sharing this very personal experience. Yani you said it all. Yani ما عنديش تعقيب عليها. Thank you for yani telling this many insights في ال short story دي. Thank you so much. Thank you, Shosha. Thank you. ليلى بالضبط ده اللي احنا شفناه يعني فكرة بقى ان احنا يبقى عندنا plants في البيت جوه او بره في التراس او في الروف اهم بكتير مما نتخيل يعني لان النباتات عامة حاجة حية ف they communicate معاكي وعندهم القدرة إن هما يخلوا حد يحس أحاسيس كتيرة قوي ومن أولها إحساس الهدوء النفسي أو الفرحة أو الرضا عن المكان اللي هو متواجد فيه مع البلانت و I'll add to that بقى حاجة مهمة قوي إن when you choose a plant في حاجتين مهمين أولاً الشيب It should be incorporated في الديزاين يعني في plants حادة ورفيعة وسبايكي كده شوية وفي plants ناعمة وكبيرة وفيها كده smoothness according to the design والمود اللي انت بتحاولي تعمليه this will complement يعني ما تختاريش اي plant وخلاص لازم يكون حاجة تبلند مع الروح والمود اللي انت بتحاولي تبنيه ده من ناحية الديزاين ومن ناحية الكلاينت again الكلاينت لازم يبقى involved 100% في البلانت اللي هيتحط فما ينفعش عشان انا الديزاينر شايفة ان خطوط الزرع ده مناسبة جدا لللاينز والكيرفز اللي في الديزاين عندي في البيت افرضها عليه لازم يشوفها ولازم يحس بيها ولازم يكونكت ويحس ان في كيمستري او نوع من انواع الرضا بينه وبين البلان دي يعني انا واحدة من الناس البلانس الحادة دي ممكن تتعب لي اعصابي يعني في ناس كده فعلا انا كنت عايزه بس اسالك على حاجه بريجارد لفكره البلانتس لانه جه في بالي دلوقتي هل تفتكري مثلا ان احنا دلوقتي بندور على انكوربريتنج البلانتس في حياتنا اكتر عشان ابتدينا السنسز بتاعتنا ار كريفنج ريليشن شيب وذ نيتشر يعني احنا عارفه عمالين بنبعد عن الطبيعه حلوه قوي الكلمه دي ان السنسز بتاعتنا ار كريفنج a relationship with nature دي يعني بالنسبة لي ميوزك لأن yes عقلك لأن ليها ريحة وليها ليها تعرف حتى ليها ملمس ليها يعني it's a plant زي ما بتقوله هي حاجة عايشة معاكي فهي حاجة انت هتحسي بيها بكل الحواس بتاعتك بقى I guess انها تاكلز كل السنسز اللي احنا كلمنا عليها النهاردة 100% وبعدين في حاجات كتيرة قوي الماتيريالز ممكن تكون a silent material يعني ولا هتطلع لك energy ولا هتاخد منك يعني هي حاجة silent البلانت is واحدة من الحاجات اللي بتطلع كمية طاقة في البيت غير عادية ويعني if you read على علوم الطاقة ده هيبقى هتلاقيه يعني غرق ال يعني الانترنت فاللي انت قلتيه ده حلو قوي ان انت ممكن تكوني مقررة ان انت مش عايزة ده بس السنسز بتاعتك تجرك في دايركشن معين انا عارفة ان احنا استرسلنا قوي في الوقت عايزين نتكلم على الكيس فعلا we have to انت هتقدري تعملي شيرينج للسكرين بتاعتك عشان بقى ندخل معلش دي البلان بس مرام علشان احنا في الحظر ف she couldn't get plan اوضح من دي فاحنا مش عارفين المقاسات قوي بس عندنا يعني منظر عام للمكان فهو ده الروف المنطقة دي ده المدخل ودي المفروض المكان اللي على الفيو فالروف is quite nice and big
من الحاجات اللي مرام كانت بتقولها ان هي عايزه, هي عندها مشكله قوي مع التراب والنظافه والحاجات دي, فهي كانت نفسها في حاجه يعني الماء تكون حاجه well maintained يعني. الحاجات كمان اللي كانت بتقولها هي she's an earthy person, بتحب قوي الـ earth colors, بتحب الـ live materials which is perfect لأن بالضبط this is what we're talking about. هي كمان شخصية interesting قوي, يعني عندها connection جامدة قوي مع البلد وبتحب البلد وبتحب to develop it, وعندها يعني she studied economics مخصوص علشان she wanted to help make this country a better place. ف we'll incorporate الحاجات دي. I'll tell you how. معلش أنا عملت كده a very crooky plan. ف the way it should be is obvious, ما فيهوش أي حاجة غير إن أنا لو خدتوا بالكم هنا الحتة دي فيها البار, بس أنا مش هعمل البار هنا, أنا هعمل في النص حاجة شبه التبنياكي تيبلز كده, وهيبقى فيها it's a big bar فيها السينك وفيها مثلا شواية أو ستوف أو حاجة, و it will be a very good gathering point for the family. فكرة ان هما كلهم هيتجمعوا الكوكينج بما انه الايتينج بما انه واحدة من السنسز should be incorporated. فا if we proceed للreference pictures دي حاجة من الحاجات اللي هي كمان كانت she wanted انه يبقى فيه زي a glass house, يبقى indoor roof in a way مع ال outdoor one. فده ال area دي اتضح ان هي كمان موجودة في الروف, فاحنا في الاخر we concluded عشان ما كناش عارفين المعلومة دي والنيو جيزة قالوا لهم بعدين, فwe concluded ان احنا ممكن نعمل هنا الجلاس هاوس. الخط الروف كله الخط الطويل الرفيع ده هيكون معمول زي built in green pots فيها a variety of greenery علشان يدي الإحساس إن إحنا مش زرعين شجرة, إحنا عاملين more of زي ما فيروز قالت jungle. فكرة إنه طول الطريق ده أو طول الخط ده greenery بtextures مختلفة بshapes مختلفة, ف it would add a lot of life to the roof. وبعدين إحنا أنتوا عارفين دايما عندنا roof في مصر بيكون الشمس exposed جامد قوي, فبتحسي ان الروف دايما محروق كده, يعني ايه مفهوش خالص اي cosiness. فthe more you add plants the more it will be more cozy. ممكن اقول حاجة عشان عجبني قوي الترم بتاع الجنجل, علشان احنا يعني انا حاسة ان احنا عندنا في مصر هنا ان الزرع اللاندسكيب ديزاين كله شبه بعضه شوية, كله يلا احط نجيله وشوي وشجرتين ثلاثه هم اللي متعودين عليهم عشان بيعيشوا, وفي نوع يعني كاننا بقى في زي عنصريه شويه تجاه النباتات. عجبني قوي ان انت جبتي حاجات مختلفه تماما عشان كانه تشجيع, يا جماعه جربوا تزرعوا حاجه جديده, كفايه فيكس كفايه نجيله كفايه الحاجات اللي احنا بنشوفها طول الوقت. ففكره ان انت تشوفي ايه الفرق بين الجانجل او بين السافانا او بين كده, وناخد الالمنتس بتاعت a new type typology of garden, وهي دي اللي تبقى applied. ف I really like the approach ده. معاكي يا ليلى 100% ومعاكي في الكلمة اللي انت قلتيها explore انواع تانية, يعني ما تجوش الجاردنر هيقترحه, ما تجيبوش اللي اول حاجه هتشوفوها في المشتل لو رحتوا مشتل. واجان لازم يبقى فيه الحاجتين انه يبلند مع الديزاين. ف if you have مثلا شيد او يعني اسمها ايه شيد
ممكن تزرعوا الحركة اللي كل الناس بتعملها ودايما بتطلع حلوة، لما تزرعي جنبه الجهنمية وتطلع عليه وبعدين تطلع من فوق وتسراوند يو، حركة that has been done for a million years and it's always great to do or to keep doing it. ففكري في البلانت لما يكبر هيعمل ايه، ويعني مش right away، في حاجات ممكن تيجي وتبقي حطها قريبة، مثلا لو بنتكلم على الجنينة تحطيها قريبة من البيت وتكبر قوي وتبلوك your window تماما. You should be aware ان لما تقرري تجيبي حاجة تشوفيها في حياتها هيحصل فيها ايه. من الحاجات اللي مروة كان نفسها فيها قوي او she feels cozy around it، فكرة الفايربلايس، فكرة انه العيلة تتجمع around some warm fire. واجان احنا الجو في مصر برضو يسمح قوي، لان احنا عندنا اوقات كتيرة بتبقى برد، وممكن جدا لو في فايربلايس او في حاجة that can gather the family around يبقى هايلة. ده reference اللي هو البار، بس enclosed فيه فكرة اللي هي شبه التبنياكي، يعني فكرة ان البار يكون هو اللي فيه الاكتيفيتي بتاعت الكوكينج، so that it's a gathering activity اكتر ما هي حد بيطبخ وبيجي وبيجيب لنا الاكل، لا it's something we do together. وده فكرة الأمريكان كيتشنز أو الأوبن كيتشنز أو الحاجات دي، يعني الموضوع ما بقاش إن في حد هيطبخ وطلع لنا الأكل، لا it's a family gathering. قررت عشان الموضوع اللي ليلى قالته بتاع إن هي she really cares about مصر وكده، فقررت أنكلود حاجة كده special في الديزاين. من سنة I developed في project من projects we developed this tile. التايل دي ايه بقى يا ليلى؟ التايل دي 100% recycled cans. اوكي؟ واللي عملها لنا او اللي عملناها عنده حي الزبالين. We went there أنا و one of my colleagues جايلين، ورحنا هناك we developed it. رحنا ومشينا وسط حي الزبالين اللي هو معروف قوي بالريسايكلينج، وقررنا ان احنا نجيب البازلت العادي اللي هو ده بالصدفة كنت عندي في البيت، البازلت العادي اللي احنا متعودين عليه، ونخليه يعمل لنا قالب يصب فيه الريسايكلد كانز دي، فتطلع بالشكل اللي هو بقى كان اللي هو استخدمناه في one of our projects. سكرين هتطلع. اوكي معلش، انا ايه شاطرة قوي بقى في الحاجات دي. كلنا طلعت؟ طلعت تحفة. فانا وانا بكلم مع مرام في يعني الديسكشن بتاعتنا، حسيتها she's very keen على الديفلوبمنت، وشيز فيري براود ان هي يعني تحاول تساعد البلد في حاجه. ف واتس ريلي نايس اباوت ذا ستايل ان هي 100% سستينبل، 100% ريسايكلد، فيري ريسبونسبل تايل، واهم حاجه ان هي طالعه من ورش واماكن في حي الزبالين. ف I was thinking that مثلا this is one of the special elements that she can use في الروف بتاعها، ويحسسها انه it's something different. وممكن احنا هنا متعاملها جوه البازلت because it's a completely outdoor area، بس في حالة الروف احنا ممكن نتعاملها جوه ال wooden floor ده. فإماجن لما الشمس تخبط فيه it would look يعني absolutely perfect. وآخر حاجة that I think might be interesting for her kids, this is another element كنا عاملينه again في project تاني بس on
again, it's an outdoor project, it's on a bigger scale. If we do the same, but on a tinier scale, it would be a really nice element for the kids. في الروف يعني you could have one of these on a much smaller scale. فهي seat وفي نفس الوقت فيها shade بتاعها. It's made entirely out of fabric. It's light and it's playful. It would be a very nice element لأن هي عندها two kids. That would be something that would add يعني value to للروف بتاعها. And it would add a character, let's say. Very nice. بس فthis is mainly what we did. حلو قوي. احنا عندنا على فكرة سؤالين. Please. جملنا في وسط اللايف. في محمد حسين هنداوي بيقول شوشا, can you talk more about the IDP, Integrated Design Process? طيب. If you're talking about my process, أو يعني ال process that بعد شوية يعني بقيت أمشي بيه, هي I start off بحاجة اسمها PHI, Personality Hunt Interview. This is something I يعني invented أول ما بدأت, لأني كنت بشوف إن مهما كان الديزاينر كويس, without very proper and deep knowledge of the client, the client might not be satisfied at the end of the day. This is what I start off. وده اللي عملته أنا ومرام في التليفون. I made this interview completely. الانترفيو في أسئلة كتيرة قوي related للبيت, بس في أسئلة أكتر بكتير related to her character, شغلها, بتعمل إيه, وبتحب إيه, وبتكره إيه. It's all about her, من غير ما أطلب منها تطبقه على البيت. And then الحاجات لما ما بتطلبيش منها تطبقه على البيت, بتبقى الكلاينت بيبقى أكتر more free and more assured إنه يقول اللي نفسه فيه. لما بيقعد يفكر إنه هيطبقه على البيت, بيبدأ ياخد direction معين اللي هو فاكر إنه هو عايزه في البيت. Exactly. It might not be the case. يعني ممكن direction بتاعه ما يعجبوش خالص. You have to let them speak كل اللي في نفسهم مش related للبيت. This is what we do. بعد كده بندخل بقى لل when we get everything we can start بقى the design process اللي هو بعد the research phase بعد قصدي the interview phase اللي هو the personality hunt interview. We do research ان احنا خلص we know the client, بس we need to know كل ال بقى ال science of place اللي هو اللي احنا كنا نتكلم عليه. We need to know how will we ازاي هنخلي ولادها تركز في المذاكرة, ازاي هنخلي اوضتها calming, ازاي هنخلي الانسومنيا اللي عند جدتها مثلا اللي ده مش على مرام ده in general اللي عند حد فرد من العيلة تروح ازاي, ونقعد نعالج كل الإشبوز بالبيزكس of place psychology اللي هي موجودة. I can give you reference كتب وحاجات that has يعني كمية معلومات غير طبيعية. And then we خلاص بنوصل بقى للنورمال ديزاين thinking اللي هو بنبدأ بقى باللاي اوت, we plan, ونبدأ نطلع الفرنتشر, مود بوردز, ماتيريال, and the rest. حلو قوي. في معانا سؤال تاني. What type of plants can survive in place with low light, somewhere where there's low light? There's a very big range of plants كلها بتعيش indoors, ولو اصلا if you exposed it to intensive light ممكن تموت. ف if you just ask the gardener هيديكي الرينج كله, هيديكي المشتل او المهندس الزراعة اللي بيزرع, he can give you everything. بس مثلا for instance البلانت اللي هناك ده مش عارفه if you see it ولا لا, اللي هو في الاخر ده ده حاجة اسمها رافينيلا. في منها outdoor وفي منها indoor. فsometimes the same plant في منها بيسود برا وبيسود جوا. اوكي. دي مثلا
is the one for indoor. وأنا دي بالنسبة لي كنت جايباها علشان اللاينز بتاعتها فيها الحاجتين إن هي ماشية مع complementing بقية lines البيت و it's very soothing and comforting بالنسبة لي كشخص. مرام جات أهي؟ هي غالباً يعني بتكونكت غالباً هي بدأت تظهر معنا. ممكن نشوف آخر سؤال قبل ما هي تدخل. بيقول أمير درغام بيقول recycled cans stone are available to be used. هم موجودين ممكن نشتريهم منين بقى؟ yes yes جداً جداً. هم إحنا صنعناهم في حيز زبالين. I can text you الورشة أو contact للورشة. And yes you can use them. وعايزة أقول لك كمان أنت ممكن to get creative بالقالب. material بقى. الماتيريال هي recycled cans هيسيئة. I mean أنت تحطيها في قوالب مختلفة so you can have different shapes. إحنا wanted مثلا to replicate شكل البازلت بس أنت ممكن تعملها بأشكال بقى that would suit a smooth environment. يعني مش لازم تعملها rough. ممكن القالب would decide everything يعني. مرام وصلت معنا. ازيك يا مرام؟ هاي مرام. هاي ليلى. هاي فرزة. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله. الحمد لله. مرام يعني شفتي اللي حصل وشفتي السيشن من اولها لاخرها؟ شفتها. عايزه اقول كذا حاجه بصراحه. انا مبسوطه قوي ان انت اخترتي الديزاين بتاعي بالذات يعني I was really honored. والانيشيتيف بصراحه لذيذه جدا يعني في الوقت ده حتى لو حد عنده وقت فاضي ممكن تعملوا اي حاجه فان انتوا تختاروا ان انتوا تعملوا حاجه تساعدوا الناس باي طريقه يعني كل واحد بيساعد الناس بالحاجه اللي هو شاطر فيها وبيعملها ف it's really really nice. I would love to thank you. Thank ليلى وداليا و designed to go in everyone يعني في الانيشيتيف ده. I would join you in thanking. I'm so proud of you يعني ان حد مصري يبقى بيعمل حاجه كده والناس كلها عارفاه يعني you're such an inspiring person يعني فبجد I'm honored. Thank you so much. طيب about your roof what do you think? عايزه اقول حاجه قبل الروف يعني عشان الناس برضو تبقى كلها عارفه ان انا طول عمري مقتنعه مثلا ان الديزاينر ده هيجي بالستايل بتاعه ويحط الحاجات ويقنع الناس ان هو ده الصح وخلاص. فيعني انا قعدت بجد مع شوشا she's such a nice person بس قعدنا مثلا ساعه بنتكلم بتقول لي كل حاجه ديتيلز عنك سايكولوجيكلي كنتي فين ودرستي ايه وتخرجتي منين واتجوزتي ازاي حتى اتعرفتي على جوزك ازاي از ريلي فاني. اشتغلت كل جيد مني يعني مش لازم كل الديزاينرز يعملوا كده والله يعني بجد انا حتى كل ما يقولها طب يعني انا كده بقول حاجه ملهاش لازمه تقول لي لا طبعا it's completely important I'm writing every single thing down. وتقول لي بتحبي ايه وبتكرهي ايه في حياتك عامه يعني مش بس في الكالرز والديزاينز والفرنتشر يعني دي كانت اخر بوينت في الاسئله كلها قعدنا ساعه بنتكلم عن كل حاجه بحب ايه طب ايه اللي بينزل لما بنزل الشارع ايه اللي بيضايقني طب ايه اللي بيفرحني قوي فانا كنت بصراحه مستغربه بس it was such a nice talk يعني. وفي الاخر بقى خالص قالتي طب بتحبي الوان ايه بتحبي ستايل ايه كده ففكره لذيذه ان الديزاينرز مش بيفرضوا رايهم على الناس هو كل حد بيديزاين الحاجه اللي الحد بيحبها وبيحط بقى الارتستيك بارت بتاعه يعني ف thank you very much على الديزاين. في صوره صراحه عجبتني قوي it's really nice اللي هي كانت اول واحده خالص اللي فيها الجلاس روم وفيها بارت كده خشب مع الجرينري it's my favorite part. انا كنت بقول لك بحب قوي الخشب اللي هو الغامق مع مش عارفه ينفع نعمل الجلاس روم دي ولا لا بس I hope so. يعني انا مشكلتي في الروف ان هو الاريا دي كلها في 6 اكتوبر المكان كله بيبقى مترب قوي وهي مساحه كبيره فلو مش عارفه استغلها خلاص هتبقى داد اريا في البيت عمري ما هطلع ولا هفكر اصلا ان انا استعملها باي اني مينز يعني فعشان كده ده البارت اللي انا اخترته ان لو الديزاين بتاعه حلو مكان فعلا لذيذ هبقى دايما حاسه ان انا عايزه اطلع واقعد فيه زي ما انت قلتي واحنا بنتكلم هو تقريبا 10 شهور من السنه الجو لذيذ جدا وبيبقى في وقت ظل مش يعني الجو حلو مش محتاج ولا شمس قوي ولا ساقع قوي ف it's really nice. انا في الديزاينز ده كان اكتر حاجه عجباني مش عارفه الصور ممكن تبان ولا بس انت متخيله انا قصدي على انهي واحد يس 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 ده كان بالنسبه لي ألز واحد وتاني واحد اللي هو في الجرينري دي برضو حاجه مهمه انا بحس الشجر برضو بيبقى حلو ان هو بيدي روح للمكان وفي نفس الوقت بيبقى بارت منه privacy indirect يعني من غير ما احنا مثلا مش مسموح لنا نطلع بسور او نعمل حاجه هيبقى حاجه برضو بتدينا sense of privacy من ان احنا ما حدش يبقى شايفنا مثلا واحنا قاعدين او بنعمل ايه والحته اللي فيها view still is open فلذيذ قوي.
وspeaking about الgreenery اللي في الحتة دي أنا فكرة في التلفون قلت لي ده البارت اللي مفهوش view الview بتاعته هو بيبص على view تانية فمش يعني لو أنا واقفة حتى لو بعيد شوية أي حد هيبقى شايفني هبقى ستيل يعني مجروحة في بيتي يعني فهبقى عايزة اللي هو أبقى متدارية بس مش مسموح لي أبني حاجة فحاسة فكرة الشجر دي هتبقى ألطف حاجة اللي هي بالنسبة لي أنا منظر حلو وبالنسبة للناس برضو جرين ما عملناش حاجة ديزاين في البيت يغير السيستم ويضايق الناس ان احنا كل واحد بقى يبني في بيته زي ما هو عايز وفي نفس الوقت بيدي برايفسي لذيذة قوي يعني وفكرة ان كمان لو في حتة مش بتبص على view you can create your own view يعني هو الحتة دي ما ينفعش تبقى مش خلاص مش هتبقى الحتة ال dead area لا it can you can create a view that you really like وبمزاجك وبالplants اللي تدي الروح المعينة دي. لا thank you so much I really loved it بس أنا كنت عايزة أسألك إزاي حعرف apply بقى لما أجي أعملها definitely في حاجات زي مثلا ready made pieces زي السponsor بتاع الحلقة furniture بالضبط ف you can find ready made pieces زي مثلا ال L shape الكنبة في الجزء اللي على الشمال ده one thing about التراب عشان that was a concern عندك there is a very nice solution ان ممكن تعملي ال L shape كده موجودة وكل الشلت بتاعتها والكوشنينج بتاعها ينزل تحتها in a compartment كده زي درج كده او درج يعني ان انا وقت ما استعملها طلعت بقى نظيفه على طول مش لازم كل مره انضفها هو البيت بيبقى مترب وهو مقفول اصلا من جوه فمتخيله لو طلعت عامل ازاي مش لازم تدخلي جوه وتطلعي وتعملي لا هو ممكن الحاجه تتشيل تنزل في الدرج اللي تحتها وتطلع وقت لما تحتاجها فمثلا دول ready made pieces and I think designed to go managed ان هم يجيبوا يعني a nice discount for this case منهم okay. so we can make use of this والحاجة التانية الحاجات بقى اللي هي زي الglass house you need دي بتحتاج بقى حد يعني شركة تيجي وتبنيها I think those are the main two points البار اللي هناك اللي هو البار اللي فيه dining table أنا حسيت إن هو ترابيزة مش بار يعني فهمت إن هو ترابيزة مش built in صح reference picture مش مبينه قوي بس دي كانت أقرب حاجة لقيتها بس it is a bar وفي نفس الوقت it's a bar it's a table it's built in للحوض للشواية للستوف لكل الحاجات دي فده again برضو available اي حد يعني مع الفينشينج بيتعامل عادي بالظبط طيب احنا يعني لو عندك اي اسئله تانية مرام طبعا احنا كده كده لسه معاكي وهنبقى بنفولو اب على الكيس ونشوف يعني طبعا يعني احنا I think ان احنا نفسنا نشوف كل الناس بتأبلاي فعلا الادفايس الديزاينرز هتديها له throughout design to go وdefinitely بالresources اللي معانا هنساعدك توصلي لأحسن نتيجة يعني بأسرع وقت وأحسن سعر كمان بس انا مش عارفة لو في اي اسئلة تاني او thank you so much يا ليلى لا خلاص ما عنديش اسئلة تانية بس عايزة اقول لشوشا يعني كان احلى حاجة من الديزاين حتى ان انا قابلتها وكلمت معيها والله اتبسطت قوي Thank you, Mara. Really thank you so much. والله the honor was all mine. وليلى يبقى حلوة قوي قوي لو بعد كده شفنا كل الكيسز اللي طلعت في design to go وهي متنفذة. يعني لو مثلا 6 months away from today الناس اللي نفذت ونعمل sessions تانية and we see ازاي مشيوا في الطريق ده and how يعني how did the client and the designer managed to finish this up وساعتها بقى يبقى فعلا design to go يعني عمل حاجة ونفذها كمان ف that would be nice بصي احنا هنحاول طبعا من ناحيتنا و I think ان كل client دلوقتي بقى عنده push من designer بتاعه
وانا يعني ما اعرفش اكيد انت برضو you feel the same يا شوشة، يعني انت لما بتبقي عامله اصلا ديزاين بتبقي حباه وعايزه تساعديه في كل الاحوال. ف واحنا اساسا ساعات في حاجات معينه بتستفزك ان انت لازم تفكري فيها، مش عارفه توقفي صح يعني اجس في حاجات كده في المشاريع او في الكيسز اللي هو لا هي هتقعد شغاله في مخي لغايه ما الاقي لها حل، وهتلاقي غالبا يا مروه تلاقي شوشة كانت تقول على فكره انا جات لي فكره كذا كذا وانا اقول لك بعمليها يعني شي هاز access to me regarding the roof forever لحد ما تخلصوا. ان شاء الله. Thank you so much. Thank you, مروم. لا ميرسي انك جيتي يا مروم. افتكرت عايزه اقول لك حاجه regarding the course اللي انت كنت بتقولي عليه، بليز يعني حاولي تبعتي لي وتبعتي للناس. I think it's very interesting. وعجبتني فكرة ان انتي بتعملي كل حاجة based on psychology based، ان كل واحد يحس بان المكان بتاعه ده it's a home not just a house يعني. فبليز ابعتيلي وابعتيلي الناس كلها يعني عادي. حاضر. I will. Thank you مروان. Thank you ليلى so much. ومعلش طولنا عليكم 15 more minutes. لا احنا مثلا نحب نشكركم جدا مرام في ان انت جيتي وشاركتينا في الكيس بتاعتك، وشوشة for giving amazing advice لمرام، وبرضو السيشن اللي قبليها وانتروديوسينج الحاجات المختلفة الابعاد المختلفة عن الصورة. يعني احنا لما بنصور بورتفوليو يا جماعة ما حدش بيعرف يشم ريحة المكان، وما بيعرفش يسمع الاصوات اللي في المكان، ولا بيعرف يتاتشت. فلازم دايما يبقى في خيال، لان في دايما بعد ابعد من بس الصورة. فأنا برضو عايزة أفكر كل الناس Design to Go is an initiative، وإحنا معانا designers كتير جدا مستعدين يساعدوا كل الناس في cases بتاعتهم. We're receiving cases residential، بيوت جديدة، بيوت عايشين فيها دلوقتي، وكمان لو مشاريع صغيرة أو أي business عايز يزبط المكان بتاعه during the lockdown، دي فرصة ذهبية عشان الواحد يجدد أو يزبط المكان اللي هو بيشتغل منه. وتقدروا تعملوا signing up على البيج بتاعتنا في فيسبوك. ونحب نشكر برضو ألفا فيرنتشر فور سبونسرينج النهاردة السيشن النهاردة. وكلكم بقى stay tuned للحلقة الجاية عشان it's very exciting، وبكرة يعني استنوا عشان هي حاجة already تكملة لحلقة قبل كده لسيشن قبل كده. ف I think it's very exciting زي ما شوشة بتقول ان احنا نشوف اللي بيحصل، فبيتهيالي ان احنا هنبقى بنشوف حاجة حصلت في مشروع احنا اتكلمنا عليه قبل كده. كلكم بقى تعالوا بكرة اتفرجوا عليها. اوكي. Thank you. Thank you. Bye bye.